السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، رجعنا لكم في حلقة جديدة من حلقات محاكي الثلوج في حلقة 113 من هذه السلسلة. طبعا اليوم عندنا حلقة بسيطة على ما أعتقد، في عندنا قطعة غيارين راح نأخذهما في البداية، بعدين راح نشوف المهمة اللي راح نسويها. طيب راح حاليا راح ننتقل إلى هذه السيارة الموجودة في الأعلى، بعدين راح ننزل من هذا المنحدر ونذهب إلى هذه قطعة الغيار الأولى، وفي عندنا قطعة الغيار الثانية واللي هي هنا. أوكي طيب، راح نرجع للخلف. طبعا هنا في ثلج كثيف. اوكي طيب، راح ننزل مع هذا المنحدر ونأخذ القطعة الغيار الأولى، من بعد راح نذهب إلى قطعة الغيار الثانية. اوكي وصلنا للأسفل، طبعا القطعة الغيار تقريبا في الأعلى من بين الأشجار، راح نحاول نصعد إلى الأعلى. يمكن راح نحتاج إلى الدفع الدفلوك على ما أعتقد، ما تحتاج للدفلوك لأنها ما زالت تستمر بالسير. هلا ما زال شوي قليل. اقتربنا اقتربنا. اوكي وصلنا، طبعا هذا محرك لبعض الشاحنات على ما اعتقد. اوكي حصلنا على المحرك على العموم، الان راح ننتقل الى القطعة الغيار الاخيرة الموجودة في هذه الخريطة. اوكي وصلنا للجهة الثانية للقطعة الاخيرة، نقطع فقط هذا السيل. اوكي تعال. اوكي هذه علبة تروس لعديد كبيرة من الشاحنات، كما تشاهد هنا عندنا قائمة كبيرة من الشاحنات. طيب نغلق المحرك، الان راح نشوف المهمة تاعنا والذي سنقوم به. طبعا عندنا هنا مهمة جديدة على ما اعتقد، ايوه في عندنا هنا مهمة. اوكي اثنين من الانابيب، لكن راح نأتي بها من المدينة الموالية او المدينات الموالية. اوكي اي مدينة؟ راح نرجع الى المدينة الاولى او راح نذهب الى المدينة الثانية. طيب هذا خشب من نوع طويل او عفوا على ما اعتقد خشب وليس الانابيب، وهذا خشب طويل. اوكي يعني راح نذهب راح نقوم بالرجوع الى المدينة الاولى او المدينة الثانية. طبعا المدينة الثانية غير مكتشفة جيد، لهذا راح نذهب الى المدينة الاولى وراح نحمل الأغراض ونأتي بها إلى هذه المدينة. طيب راح نختار هذه المهمة، وفي نفس الوقت راح ننتقل إلى المدينة الأولى واللي هي هذه. أوكي راح نحمل أغراض من هذا المكان، طبعا هل أغراض كاملة؟ أيوة من نفس المكان، جيد هذا جيد، يعني راح نذهب الى الجراج ونختار الشاحنات. اوكي طيب هنا فارغة، طبعا عندنا الشاحنة هذه ولكن لا تمتلك الدفلوك او الدفع الكلي. طيب هنا فارغ. اوكي في عندنا هنا شاحنات. اوكي راح نلاحظ،
طبعا عندنا الشاحنة هذه، فقط راح تحتاج إلى التعديل. قبل كل شيء راح نشوف هل بإمكانها حمل الأخشاب. طبعا هذا للتعديل أو الإعدادات، هذا البنزين وهذا المياه. أوكي، يعني ما نحتاج لهذه الشاحنة. أوكي، راح نشوف الشاحنة الموالية. أوكي، عندنا هذه، راح أشوف ما هي. أيوة، هذا يخص الأخشاب الطويلة. جيد، هذا رافع لا نحتاجه، هذه رافعة الأخشاب ما نحتاجها أيضا. أوكي، هذا الأخشاب الصغيرة. وفين، هل هناك؟ طبعا هذا دقيقة. أوكي، يعني هذه الشاحنة مخصصة للأخشاب الصغيرة والأخشاب الطويلة. معلش، راح أشوف الشاحنة اللي بعدها. شوف هذه. أوكي، هذه أخشاب طويلة. أيوة، هذا هو المطلوب، أخشاب خاصة بالأخشاب المتوسطة. هذا الأخشاب المتوسطة وهذا الأخشاب الصغيرة. في البداية راح أشوف ما هو كم من الأخشاب المتوسطة. طبعا نحتاج 2 من حمولات الأخشاب المتوسطة و2 من حمولات الأخشاب الطويلة، ولهذا راح أحتاج إلى ذهاب المدينة 3 مرات. المرة الأولى راح نحمل فيها الخشب المتوسط، يعني شاحنة مع تريلا، والحمولات الباقيتين هي 2 من حمولات من الشاحنات أخشاب الطويلة. طيب، راح نقوم بالتعديل في البداية هذه الشاحنة. طبعا راح نقوم بتعديلها فل. عندنا محرك مجان. أوكي، راح نضع المحرك مجان. عندنا علبة الدروس، يعني متأكد هل أقوم بوضعها أو لا؟ معلش، هذه لم أتحصل بعد على الرفع. أوكي، الإطارات دايما المخصصة للثلوج. دفع الكلي غير الإطار الثاني. هذا الحبل لا، ما يحتاج على ما أعتقد. إطارات إضافية لا، لأن الفلوس ما عندنا كثير. فلتر، خلي الفلتر هذا. أخشاب المتوسط. أوكي، حاليا هذا هو التعديل الشاحنة. أوكي، طبعا راح أغير الوقت فقط. طيب الآن راح نحمل نشتري التريلا. طبعا عندنا التريلا الخاصة بالأخشاب اللي هي هذه. مشكلة كبيرة وعويصة جدا، ما عندي فلوس، ما عندي فلوس. طبعا عندنا مشكلة هنا، عندنا أكبر مشكلة. في عندنا هنا بعض التريلات، يعني ما يحتاج، لعل راح نقوم ببيعها. دقيقة، هنا عندنا أخشاب تريلة خاصة بالأخشاب الطويلة. راح أختار واحد منهم. دقيقة، في عندنا هنا مثل ما تلاحظوا شاحنة مخصصة بتريلا الأخشاب الطويلة وأخشاب المتوسط. طيب، راح نتجه إلى الشاحنة اللي قمنا بتعديلها. فين اللي هي هذه؟ راح نرجعها إلى الجراج. يمكن راح نحتاجها فيما بعد، لكن حاليا راح نرجعها إلى الجراج. بعدين راح نختار الشاحنات الموجودة.
مع أن الفلوس ليس عندنا كثير. فين بالضبط نبحث؟ لا فينك؟ مش متأكد. هي هي. أوكي طيب، هنا عندنا الشاحنة هذه، وراح نحتاج إلى ذهاب لهذه النقطة. أين الطريق؟ طريق راح نتجه من هذا الاتجاه بعدين هنا. أوكي جيد. طيب راح نلتقي بقرب المصنع أو المكان اللي راح نحمل فيه الأخشاب. اوكي يا شباب، وصلنا الان بقرب المكان راح نحمل فيه الاغراض، ولكن في البداية راح نملأ البنزين وراح نغلق دخل الفلي او الدبلوك. اوكي الان راح نتجه لملء الاغراض او حمل الاغراض على الشاحنة. هنختصر الطريق فقط. اوكي راح نبدأ. لا ايوه هذا هو، نحمل على الشاحنة بعدين راح نحمل على الترين. اوكي الان راح نتجه مباشرة من هذا الطريق، بعدين راح نتجه مباشرة طبعا طريق معبد الى المدينة الثانية. لهذا راح نقوم بالتسريع المقطع فقط حتى نقوم بالذهاب للمدينة لنخلص لنكمل هذه المهمة، لأن يظهر مهمة طويلة، لأن ما زالت عندنا حمولات 2 من أخشاب الطويل الخشب الطويل. لهذا راح يحتاج وقت طويل جدا لحملها من المدينة الأولى إلى المدينة الثانية. لهذا خليكم مع المقطع وراح نرجع فيما بعد. اوكي وصلنا للبوابة الدخول المدينة الثانية. طيب فين راح ننتقل الى هذا المكان؟ ايضا هذا طريق جيد راح ننتقل اليه مباشرة بدون حاجة للدفع الكلي والدفلوك. طيب راح نقوم بالتسريع المقطع أيضا.
اوكي، وصلنا للمصنع، المكان راح نضع فيه المولة. توقف هنا، هذه حمولة الثانية، هذه حمولة الأولى والثانية. طيب الآن ما زال عندنا إلا حمولتين من الخشب الطويل، لكن قبل الرجوع للمدينة الأولى راح أقوم ببيع هذه التريلا حتى تحصل أكبر عدد من المبلغ. إن شاء الله نتصدم بالشاحنة الثانية. أوكي، طبعا المكان راح نبيع فيه التريلا ليس بعيد على هذا النقطة. لأن أكثر فلوس ذهبت في شراء التريلات وموجودة في الخريطة ولا داعي لتركها، لهذا راح استغل من فلوسها ونشتري بها أشياء أخرى أو تعديل شاحنات أخرى. طبعا هذه التريلا خلصت مهمتها، وإذا احتجناها في المرة القادمة راح أقوم بشراء واحدة من هذه المكان. اوكي وصلنا. اوكي هكذا بعدها. طيب الان راح ننتقل الى نرجع الى المدينة الاولى، لكن مرة هذه راح ننتقل الى الجراج. فين الجراج؟ ايوه هو. طيب حاليا نحن في الجراج. طبعا هذه الشاحنة قلنا يعني بإمكانها حمل الأخشاب الطويلة والصغيرة والقصيرة. ما في عندنا شاحنات أخرى ما أعتقد. أوكي، في عندنا فقط هذه الشاحنات. طبعا هذه الشاحنة راح نحتاجها، ولكن مش متأكد هل أختار هذه أو هذه. طيب راح نشوف فقط التعديلات. طبعا هذه عدلناها للأخشاب المتوسطة، راح نقوم بالبيع. طيب هنا عندنا اختيار. طبعا اللي كان المخطط الذي خططت عليه في هذه اللحظات، بإمكاننا حمل أخشاب، 3 أخشاب أو 6 أخشاب طويلة على الشاحنة بدون منقوم بتجميعها باستعمال هذه الرافعة. مش متأكد هل راح تضبط معانا هذه الفكرة أو لا، لكن راح نجرب. طيب راح نشتري الرافعة في البداية، إن شاء الله تكون فلوس عندنا. مش متأكد راح تكفينا أو لا، عندنا حوالي 25,000 على ما أعتقد. طيب راح نحتاج شو ثاني؟ شروط. ما فيها مشكلة، مشكل عويص جدا. ها هي. اوكي 6,000. لا استطيع وضع الرافعة مع حاملة الاخشاب، هذا هو اللي ما كنت متوقع. اوكي ما علينا، راح نجرب على جرب في الشاحنة الثانية إذا استطعنا. ليست الرافعة، راح نشتري هذا في البداية، بعدين أيضا نفس المشكلة، راح نشتري واحدا منهم. أوكي طيب هنا راح نرجع فقط إلى الشاحنة اللي عدلناها وننزع كل ما وضعناها عليها. للأسف هذا أكبر مشكلة. طبعا راح نضع الإطار الأرخص إطار. لا مازال اوكي هذا هو. ارجع. مشكلة ثانية
حتى لو اشترينا شاحنة ما عندنا. طبعا هذه في عندنا هذه الشاحنة، عندنا هذه الشاحنة، ليش ما نجرب نقوم بوضع. راح نشوف فقط الرقم، المبلغ ليس كافي. اوكي طيب، راح اشوف فلوك، فلوك فيها، لكن الدفع الكلي، عندنا الدفع الكلي، جيد جيد جدا. اوكي طبعا الان حصلنا على الدبلوك. طيب هذه الرفع، طيب نحن نحتاج نفس المشكلة، نفس المشكل. اوكي اوكي هذه الشاحنة، لا هذه الشاحنة او السيارة، هذه لا، هذه خاصة يعني تحمل البنزين. طبعا هذه اوكي، راح نحمل، راح ناخذ شاحنتين، يعني ما عندنا، ليس عندنا اختيار اخر، لهذا راح نحتاج شاحنتين. طبعا بنزين مش متأكد هل يكفينا ولا، المهم راح نحتاج شاحنتين ونحمل عليها الأخشاب وننطلق إلى المدينة الثانية. لهذا راح نلتقي مثل الحمولة الأولى في المكان حمل الأخشاب. وصلنا الآن حاليا في المكان، راح نبدأ نحمل الأغراض، لكن راح نبدأ الوقود. بعدين راح نتجه مباشرة إلى المكان. شغلت الفتح كلي. أوكي الآن نعدل الشاحنة بطريقة مستقيمة ونحمل الأغراض. يصل الشاحنة جيدا. آسف، أيوه هكذا. طيب طبعا هذه الشاحنة الأولى، نتقدم للأمام، بعدين راح نأتي بالشاحنة الثانية. طيب الآن راح نتجه مباشرة للجراج، فينك يا الجراج، ونأتي بالشاحنة الثانية. طبعا نزعنا التعديلات، راح نقوم بإرجاعها مرة أخرى. اوكي فترات خاصة بالثلج. جيد بعدين الحبل، ايوه هذا الفلتر، بعدين حامض الأخشاب. اوكي هكذا، ونشتري مقطورة او خاصة بالأخشاب الطويلة. اوكي
اللي هو هذا. بعدين راح ننتقل إلى المكان. أين كان المكان؟ ها هو. أوكي راح نلتقي هناك. اوكي وصلنا. الان راح نتجه من هذه الجهة. الشمس بعد قليل راح الان نتقدم. طبعا هذه الشاحنة لا تملك الدفلوك ولكن فيها الدفع الكلي فقط. حاول نحتذر من المناطق الصعبة. طيب أما الحمولة الثانية ونذهب وراء الشاحنة الأولى، لأن الشاحنة الأولى تملك الدفلوك والدفع الكلي. نقلل المسافة ما بينهما وننتقل إلى الشاحنة الأولى. طيب راح نغير الوقت فقط، وبعدين راح نشبك الشاحنة الأولى بالشاحنة الثانية وننطلق. طيب راح نقوم بتسريع الفيديو حتى نوصل الحمولات الثانية من المدينة الثانية. بعدين راح نلتقي في المدينة الثانية ونكمل الحمولات. طبعا يا شباب الآن حاليا يعني كنا على وشك تسريع الفيديو، ولكن تقريبا من هذه الشاحنة أو بالأحرى الشاحنة تم التغريس بمعنى الكلمة. تلاحظوا العجلات الخلفية أصبحت نصفها كلها في الطين، ولم تستطع الخروج بسبب أنها لا تملك الدفلوك. اوكي طيب راح نعمل خطة اخرى، هو راح نشبك نحاول نشبك الحبل من خلف التريلا ونشوف اذا في الاشجار قريبة، مع ان الاشجار قريبة كلها صغيرة وتنكسر بسرعة، لكن راح نحاول مثل ما تلاحظوا. راح نجرب نوخر فعلا. طبعا اللافتة، في لافتة لو تلاحظوا في لافتة يمكن كانت هي المشكلة. طيب راح اجرب عليه بعد ما بعدنا اللافتة. ايوه تحركت. طبعا هنا لافتة مرة اخرى. اوكي يعني راح نحاول نبعد التريلا على اللافتة. اوكي اوكي
عنه. الآن بإمكان الشاحنة أنها تخرج من هذا المأزق. تتحرك تغير. طيب راح نطلب من الشاحنة الأولى يتحرك إذا استطاع. أوكي طيب راح نرجع إلى الشاحنة الأولى. نشوف أيوة تحركت جيد. طيب الآن بإمكان مواصلة السياقة. نحاول نقترب من الشاحنة الثانية. أوكي طيب راح أقوم بتسريع الفيديو مرة أخرى حتى لا يطير الفيديو أكثر من ذلك. أوكي وصلنا إلى طريق الأمان. راح نلتقي في مدخل المدينة أصلا. اوكي يا شباب الان وصلنا البوابة. طبعا الشاحنة هذه خسرنا احد الاطارات الامامية. مثل ما تلاحظ هنا عندنا اطار احمر يعني 7 من 8 يعني في اطار تم فرقع. والشاحنة الثانية كانت يعني صعبة في السير معانا احيانا تتعلق. المهم طيب راح ننتقل الى المدينة الثانية. اوكي حاليا نحن الان في مدينة ثانية. طبعا بما ان الشاحنة اللي ما فيها الدفلوك اللي الشاحنة الثانية صعبة في السير، لهذا راح نقوم بنقلها هي الاولى. لو صار شيء في الطريق ما استطعت السير او هكذا الامور
راح نقوم بمساعدة هذا الشاحن الثاني، وإلا راح نفقد أحدهم، لأن هنا في بعض المناطق صعبة شوي، انحدارات وارتفاعات ومنعطفات ضيقة، لهذا راح نواجه مشكلة مثل المدينة الأولى، مع أن المدينة الأولى لم تواجهنا مشاكل ما بينهما الاثنين. أوكي راح نصعد من هنا. أنا مشغل، أنا غالق اللعب، أودق على كلي، لم أستعملها كثير. طبعا الطريق جيد ليس صعب، ولكن بسبب أن هذه هنا في مرتفعات وأيضا المنحدرات، لعل وعسى الشاحنة أنها تعلق لا تستطيع الصعود. مع ذلك أرى أن الشاحنة تسير جيد. أوكي انتهينا من المرتفعات، الآن راح نزول. طبعا الطريق بدي أجول، هذا يكون حذاري. الآن نحن في الحذر، هجرة الليلة، هذا يكون قابل أحيان خطر. طبعا بإمكان نقل شحنتين في وقت واحد، لكن يا ساتر يا ساتر. هجولة هجولة، حذاري من السرعة، سرعة في المنحدرات صعبة جدا. طيب وصلنا الأولى، وهنا في منطقة صعبة شوي، راح إن شاء الله أنتقل كلي، لكن بعد تسليم البضاعة الأولى. أوكي انتهت مهمتك، توقف هنا. طيب الآن راح ننتقل إلى الحمولة الثانية، معلش دقيقة راح أشوف. في هنا عندنا تعديلات للإطارات، ولكن لا يحتاج، لأني أثناء البيع التريلا أكيد راح أبيع التريلا هذه، راح أشتري مقطورة الخاصة بالتعديلات السيارات والشاحنات، وراح نعدل الإطارات المتفرقعة، الأشياء المخربة في هذه، ندمج هذا الشاحنة المدمجة. عفوا الآن مثل الشاحنة الأولى، ولكن سفر أيوه غالق الدفع كله. طبعا بنزين ملأته قبل الوصول إلى المدينة التالية. وهكذا نكون انهينا المهمة، ممكن برضه نلعب شوي بعدين راح نشوف، أو في الحلقة القادمة إن شاء الله هنبدأ المهمات الأساسية أخرى. طبعا القائمة اللي أنا فيها من المهمات الأساسية الأولى، القائمة الأولى يعني هذه المهمة الأخيرة، وراح نشوف هل راح تفتح معانا مهمات أخرى حتى ننهي القائمة الأولى طبعا أو لا. طبعا القائمة الثانية ساتر سويت مشكلة، أيوه حمد جيد. طبعا القائمة الثانية ما عندنا مهمة مفتوحة، يمكن بعد هذه المهمة تفتح عندنا مهمات. أما القائمة الثالثة في عديد من المهمات فتحت، يمكن راح تفتح مهمات أخرى بعد انتهاء من هذه المهمة، لهكذا راح نختار أحد المهمات لهذه المدينة، أو راح ننتقل إلى المدينة الجديدة وهي المدينة الثالثة. مع المدمج وصلنا أخيرا، ننتقل كلي، نسلم البضاعة، نغلق المحرك. أوكي الآن طبعا هنا يظهر عندنا فتحت مهمة جديدة أو لا، لا
لم تفتح عندنا مهمات جديدة، فعندنا فقط 3 مهمات. طبعا هنا مهمات 4 مغلقة، وهنا أيوة لم تفتح عندنا مهمة. أوكي، عندنا حوالي 3 4 5 6 7 8 8 مهمات مغلقة. يعني راح نبدأ في القائمة الثالثة، وهي بلاك براو براد. راح نشوف أحد هذه المهمات. طبعا هذه المهمة راح تنقلنا فين؟ إلى المدينة الأولى. راح نأخذ هذه التريلا إلى المدينة الأولى، ولكن راح نحتاج إلى شاحنة تكون ضخمة. أوكي طيب، المهمة الموالية هذه تصليح الطريق، راح نحتاج 2 من الحديد، 2 من الحديد قريب جدا، و2 بيستشارج، طبعا هذا أيضا قريب، وأنبوب متوسط وأنبوب صغير من نفس المكان، ولكن عندنا مكان آخر على ما أعتقد. أيوه في عندنا مكان هنا، يعني أشياء البضائع كلها مقتربة. أوكي راح نقوم بتفعيل هذه المهمة بالضبط. طيب المهمة الموالية يقولنا 4. أوكي راح ننقل أو راح نأخذ حمولات من هذه المكان، لكن راح نحتاج إلى الشاحنة على ما أعتقد. راح نأخذ 4 حمولات من هذه المكان وننقلها إلى هذا المكان. طيب طبعا هذه كانت حلقة اليوم، أتمنى أنك تستمتع بهذه الحلقة، لا تنسوا خلينا باللايك والاشتراك، ودمتم في رعاية الله، انتظرنا في الحلقة القادمة، سلام.